السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع. يوم رانا 3 مارس 2024، رانا على مستوى المشتل. اليوم إن شاء الله بربي بدينا نطعمه في الخروب عن طريق المينيغراف، يعني تعرف بالعظمة أو تشيبريدينج. أنا مع أخونا حمزة هنايا. هذا اخونا حمزه تعلم عند الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله هذايا عنده مشتلات شتائل استوائيه، وطبعا دخل في الخروب. اذا خوتي الطريقه جد وسهله، يعني كباقي الشتلات المثمره كما راكم تشوفوا هنا في الصوره. هنايا طبعا الداخل محميه، مش انا برا، انا الداخل محميه، يعني الداخل اللي سار وانا نطعمو في الخروب. نقدر نطعموه يعني في الوقت الحالي هذا، نقدر نطعموه عن طريق الشق الوسطي او اللحائي او تشيبودي، يعني العين مازال، يعني العين او الرقعه التركيه مازال ان شاء الله حتى يدخل افريل. وتكون طبعا عندنا الباكيطه كما راكم تشوفوا هنايا، هذا دائما النوع الرويال. يعني ها معليش حمزه، نحي لهم وحده ووري لهم كيفاش دايره. دوك تشوفوا كيفاش دايره تاع العظمه او تشيبودين. خليتها صوره مليح. ايوا وريها تشوف حمزه، بارك الله فيك. صافي اي فيها العظمه حمزه. هي العظمه هذه اي والله نعاودوها. وريها بالعظمه تاعها باش الناس تعرف باللي هاي هذا الابيض، هذا هو العظمه، هذا الخشبيه، هذا الخشب، هذا هو الخشب. صافي ما نقدرش نحيو الخشب، دوك الخشب راهو في التشيبينديك، دوك راهو لاصق، يعني لاصق راهي ما كانش، ما نقدروش نحيو هذيك الطبقه هذيك، ما نقدرش نحيوها. اذا دوك تشوفوا العمليه كيفاه هذيك. ايوا عملية جد وبسيطة. هذيك زيادة نحيوها، فيها زيادة ما فيهاش؟ ما فيهاش زيادة، ما فيهاش. اي أيوة والله. دوك عملية الربط او طبعا درنا الدمج، دوك عملية الربط. ما نغطيوش العينة، العين ما نغطيوهاش. هكذا حمزة؟ اي ما نغطيوش العين. بارك الله. الرباط يجي تحتها هكذا. هاي بارك الله فيكم وشكرا. صحيح.